Piso Music. كل يلي عم يحضرونا بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يا رب يكون عيد أضحى مبارك على الجميع، على كل يلي عم يحضرونا وعلى العالم الموجودة هون وعلى الفرقة الحلوة. كل عام وانتم بخير. لحتى نعرف أكثر عن هاي الفرقة يلي بلشنا سهرتنا لليوم معهم، بيسعدني أكيد نرحب بالكوتش زويا جمعة، زقفوا له. كوتش زويا كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير وجمهور عليك اكيد وعلى الفرقه الحلوه كثير. شكرا كثير، انتم الحلوين والعالم الحلوين وسوريتنا الحلوه ينعاد على الجميع يا رب الخير والسلام ان شاء الله يا رب. كوتش زويا عارفيني على هالفرقه، ايمت فكرتي انه فعلا تعملي فرقه فيها هالاعمار المتفاوته؟ خليني اقول تمام،
هلا نحن عندنا الفرقه شفتي اعمارها متفاوته تماما. تقريبا لنا شيء 5 سنين بنشتغل، في ناس ثابتين وفي ناس جداد، بس الحلو انه الجديد دغري بيمشي معنا. هلا بيمشي معنا لانه هن بيحبوا بعض. حلو. وهن بيحبوا شغلهم. نحن بنشتغل بمكانين يعني جمعناهم مع بعض، بيشتغلوا هنا ببروجي معلة، بيشتغلوا بنادي المحافظة، يعني بيتدربوا قصدك بهدول المكانين لنا 5 سنين. بعدين لنا تقريبا شيء 6 شهور قررنا انه نحن نعمل شيء دائما، يعني نعمل كونسيرت كل فترة او نعمل ايفنتات كل فترة. حلو. بالنوادي تبعنا. حلو كثير. هلا انا رح اعرف تفاصيل اكثر عن الفرقة، بس اول شغلة بدي اعرف انت كيف عم تتعاملي معاهم. يعني ماريا، ما انا تعرفت على ماريا تحت الهواء. ماريا قديش عمرك؟ 7 سنين ماريا، وهي اصغر حدا بالفرقه ولا لسه في اصغر؟ لا تقريبا كلهم نفس الاعمار. كلهم نفس الاعمار تقريباً. واكبر حدا بالفرقه؟ اكبر حدا بالفرقه اغياد. محيو. اسفه سمعته اغياد. قد ايه عمره؟ 19 سنه. يعني انت تقريبا في جيل ثلاث اجيال. كيف عم اول شيء خلينا نحكي شوي عن اوقات التدريب، يعني انتم فعلا كيف عم تقدري تجمعي هالاعمار الصغيره مع اعمار متمكنين اكثر، حركاتهم اوضح يعني. تمام. هلا هن كانوا مثلهم اول شيء، اكيد يعني بلشوا اول شيء بشبيب، كلهم بيحبوا الرقص، كلهم بيحبوا الزومبا، فبلشنا نحن بالزومبا وبعد منا نحن بقى تطورنا. هلا كيف نحن بنجتمع بالصيف؟ بنجتمع تقريبا 3 ايام بالاسبوع ايام المدرسه مشان ما نعطلهم عن الدراسه. تمام. نجتمع جمعه وسبت. كان عنده المدرسه مشكله فترتها يعني، ولا عادي؟ لا هنا بيعرفوا. عم تعمل لي هيك يعني؟ لا انه ما بدها. لا هنا بيعرفوا، هنا لما بيقصروا نحن بنعمل ستوب دغري. حلو. تايم اوت بناخذ. لا بتجمعيهم مع بعضهم باوقات التدريب؟ بيجتمعوا مع بعض اوقات التدريب، بنلعب وبنضحك بناكل وبنتسلى، يعني نحن مع بعض. حلو. دائما تقريبا. ليكي هلا هن بعاد بحكم يعني كل حدا ساكن بمكان، بس هن كل واحد بيشتغل لحاله، ولما بنجتمع فانا بيورجوني الشغل اللي هن اشتغلوا. حلو كثير. كوتش زويا نحن حنتعرف اكثر، حنحكي. تمام. بس انا ما عم نرقص اكثر، شو رايكم؟ تمام. فهلا اكيد شكرا كثير لك كوتش زويا على كل هاي المعلومات، رح نرجع اكيد نحكي. ولكن هلا مشاهدينا خلونا نحضر شيء كمان. تمام يلا خلينا نشتغل. يلا تفضلوا.
كل شيء عم تعملوه كثير مهم بهذا العمر، ولكن نحن سهرتنا لسه ما خلصت، في معنا شيء لسه بدنا نعرض لكم اياه اكيد بهذا السهره، وبالاول لازم نروح لعند ادونيس وضيفه، شكله جو عند ادونيس كثير حلو، يسعد مساك ادونيس. مساء الخير هدى الك ولضيوفك اليوم بثالث ايام عيد الاضحى المبارك، ولكل اللي عم يتابعونا على شاشه سما الفضائيه، نحن باول ايام عيد الاضحى المبارك كان معي غياس محمود، كان في رسم مميز لصورة السيدة الأولى أسماء الأسد، وأكيد تمنينا لها دائما وقلنا لها أنه ألف الحمد لله على سلامتك، كانت صورة مميزة بأسلوب مميز من غياس. اليوم في عنا عرض مميز بشيء ثاني مختلف تماما عن الرسم، كمان عم يؤدي اليوم غياس على لأول مرة على قناة سورية اليوم عن طريق قناة سما. كيفك غياس اليوم بثالث أيام؟ أنا كمان مبسوط أنك اليوم ضيفي، وكأكيد فورا نحن اول السما بلشنا والناس صاروا موجودين حوالينا بدهم يشوفوا اكيد شو بده يساوي غياس اليوم، شو رح تقدم لنا؟ رح اقدم شويه العاب خفي. في اشي عندنا كذا نوع من رح نقدمه. شو الانواع اللي رح نقدمها؟ هلا انواع خفه اليد بتعتمد، في اشي بتعتمد على سرعه اليد والخفي، في اشي بتعتمد على اني اقرا العقل، اقرا شو عم تفكر انت، باي ورقه عم تفكر او باي كلمه عم تفكر فيها. اكيد والاصعب منها يلي انا بدي اتحكم فيك انت شو تختار او انت شو تعمل، انا ما راح اعمل شيء انت اللي راح تختار، انا ما راح اعمل شيء. فينا نجرب هدول القصص مع الاشخاص اللي بيكونوا حوالينا؟ اكيد. اوكي انا راح اشوف. هلا بنجرب اول. انا هيك قلت انه انت مسبع الكارات. أكيد. يعني انت من التدريب الرياضي حكينا وبالرسم باكثر من قصه، واليوم العاب خفه باكثر من شغله. هلا راح اشوف. هلا نبلش اول وحده خفه اليد. نبلش بالسهل. بالسهل يلي هي انه نطلع شوي شوي بالتدريج. هلا شوف. راح نبدا اول شيء، في عندنا هون أوكي. معنا الاستاذ احمد على هاي الكاميرا، بس افتح بس انا المفروض انه صارت اوكي. طيب نرجع نمسك كاميرا ثانيه ونحطها هون، صارت هون نرجع نعملها شوي على البطيء شوي هيك اوكي. هي هي هوري. طيب نرجع نشوفها مره ثانيه. طيب معيار هون، صارت هون، صارت هون. هلا رح ارجع اجيب وحده ثانيه، عندي تنتين. اوكي صار في معنا تنتين. كيف بدك تخبيهم؟ ممكن تفتح ايدك؟ ايه انا ما في شيء بيدي. تمام رح امسك وحده عندي الثاني، رجع الكاميرا حطها بايدك، سكر ايدك منيح. أوكي. كم وحده معي هون؟ وحده. كم وحده بايدك؟ وحده. قرب ايدك هيك مثلي. طيب اذا انا ما عندي شيء افتح ايدك. اوه اوه فظيعه فظيعه احمد وافق. مين حابب يجربها لهي؟ انا 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 انا. تعي لهون، انت لهون 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 لهون، واقفي محلي هيك، واقفي هون. هي مع جنبيه وحده. تعي اطلع بايدك وحده لتنتين. هلا بشوف. يلا امسكي هون كمان. هيا انت وين لازم تكون بايده؟ اه يلا. هلا بدنا نجرب غير بدنا نبلش الشيء اللي له علاقه بالرايه العقل، يعني انا رايه العقل، يعني انا المفروض انه انا رح اختار شيء وانت رح تعرفه. انا بعرفه مسبقا انت شو رح تختار. اوكي. طيب هلا فينا نختار، انت ممكن تختار لي شخص. اوكي، تفضلي. ما بدك انت تفضل، يلا قرب. شب بما انه كان معنا يلا تفضل قرب لهون. طيب هلا عندنا هون مجموعتين، اوكي؟ عندنا الاحمر وعندنا الازرق. اوكي؟ اختار واحدة منهم. هذا حلو، معناتها اختار اللون الازرق. اختار الازرق. تمام. حدا جبرك تختار الازرق؟ لا. احمر رح يضل هون، ما رح تشتغل فيها شيء. الحكي رح نفتح الازرق. اوكي رح نشوف هون بالكاميرا، نقرب على الكاميرا نشوف انه الورق مختلف. اوكي هاي الاستاذ احمد عم ياخذ هون الورق مختلف. هلا بدك تلمس ورقه واحده بس. اوكي تلمس ورقه واحده بس اللي بدك اياها، بس المسه هذه رح نطلعها على الكاميرا. اخذها نفسها. شو هي الكاميرا؟ مظبوط. تمام. انا ما رح اشوفها. شو هي الكاميرا؟ اوكي شايفها انت رح تشوفها. وأنا شفتها. أوكي. رح نشيل هذا الورق. طب الورق الأزرق. هذا اللي أنت ما اخترته. اللي ما اشتغلنا فيه. معقول تطلع نفس الورق؟ بعد هذا الورق شوي. هون الورق إذا فتحنا رح نلاقي كل الورق لفوق ما عدا ورقة واحدة هي المقلوبة. ايه مزبوط، في بس ورقة واحدة مزبوط. اوه بس طيب حلو، اعطيني التجربة. ها بربحت. يلا طيب قديش في ناس هيك فورا غياس صارت حوالينا عم يشوفوا هذا الناس بتحب الشغل كثير حلو.
اكيد. واو، لانه كل واحد بيكون مفكر انه هو قادر يمسك القصه. صح. انا كمان نفس الشيء حاسس. بس هلا. ما بتزبط معي. يلا هلا بهذا انا رح اعملها هلا معك. معي. بس بطريقه اصعب تكون. أوكي. شوي رح نرجع نفتح الورق. ما لازم تغلبني انا، لازم ورق مختلف. هالمره بدي اياك انك تقسم الورق. امسك الورق، خلطه بجا، خلط الورق مثل ما بدك. اوكي. لا بتركس ولا ترنيب انت بعادي؟ لا هي ولا. اوكي انا عم خربط. طيب. فعليا و كثير. اوكي طيب. خربطت. شو مجموعتين؟ مجموعتين. هي. الساحر ادونيس. هي. صمت. خذ اللي بدك اياه واعطيني اللي بدي اياه. بدي هدول. طيب. تفضل. هلا بتختار انت كارت من هدول بتفرجيها للكاميرا وللناس الموجودين وانا حختار. ولا لا؟ شوفوا. ايه شوفوا. اوكي. طيب وانا راح اختار كارت ثاني كمان. اوكي. اوكي. فرجيهم لل. هذا الكارت. اوكي. شفتيه؟ اوكي لا تبي لحدا. هذا الكارت. تمام؟ كتو. لا تطلع. انا هذا كارتي. اوكي. فيك تشوفه. كمان. اوكي. لحظة. هلا بدك شيل كرتك حطه من فوق اول كرت. اوكي سواء روحته. ضيعته خلي فوق. هات. ايه هذا كرت ضيعته. اوكي. طيب حطه من فوق. من فوق اول كرت. طيب. هلا انا ورقتي رح شيلها حطها عندك. اوكي دخله منيح. اوكي شيل كرتك حطه عندي. اثنين الورق. دخله. اوكي. هلا حط ورقك بايدي هون. احنا ما سوينا شيء صح؟ رح نمسك الورق هون. خلطناهم كلهم. خلطهم. رح نلاقي انه الكل وجهن لفوق. اوكي. ما عدا كرتين. كرتين. كرتي انا. واو الكرت كرتك انت ما؟ انتبهت شو صار كمان؟ اثنين ثلاثة. اثنين ثلاثة. صح. فظيع. هلا رح ننتقل كمان للعبة جديدة. ايه. وكمان تحدي جديد رح نجربه مع الناس. مع شخص ممكن اختار حدا. بدك حدا صغير بالعمر ولا كبير بالعمر او اكبر؟ اذا حدا كبير احسن. أكبر. يعني بفضل يعني. من بعد اذنك يلا تفضل. خليك شاركنا. تفضل. مساء الخيرات، كل عام وانت بخير. بخير عاد عليكم. تفضل. هلا معي مجموعة الورق هدول. شو رح نعمل؟ انا حطيتهم بحيث يكون في احمر، مجموعة احمر، مجموعة اسود. هلا مثلا اول كارت مثلا احمر رح نحطه عند الاحمر. احمر. اوكي. هلا انت بدك تختار اللي وين بدي احط كل كارت بكارته، اللي احمر او اسود. فيك تحط خمسه اسود، فيك تحط ثلاثه، مثل ما بدك انت بتختار. فاني نمشي كارت كارت. اول كارت مثلا شو بدك تحطه؟ احمر. بدي احط كل ورق، بدنا نكون بسرعه سريعين شوي. أحمر. احمر. 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 اسود. 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 احمر. احمر. اسود. احمر. اسود. اسود احمر احمر اسود. رح نحط كل الشدات. كلها اسود. 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 احمر. ما اتدخل بخياراتك انا. احمر. احمر. اسود. احمر. هلا صار في عنا ورقتين مقلوبين، رح نغير فيهم، رح نحط الاسود محل الاحمر. تمام. اوكي. والاحمر محل الاسود. اوكي. نرجع نبدل مره ثانيه كمان. أوكي. كمل. اسود. اسود. احمر. اسود. اسود. احمر. 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 اسود. اسود. مثل المتاهه صار. اسود. اسود هون. اسود هون عفوا. تمام. احمر. 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 اسود. احمر. اسود. احمر. 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 اسود. 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 هذول بس 52 ورقة؟ احمر. كانوا قطعوا ال 120. اسود. اسود. احمر. واحمر. اخر ورقة. شو المفروض يصير هلا؟ هلا. اوه. انت اخترتهم كلهم. محل ما محل الاحمر كله احمر، ومحل الاسود كله اسود. كله اسود. وهو نفس الشيء. هاي تفسر لنا اياها ولا بتضل؟ انا بتضل حسره بقلبي، بدي اعرف كيف صار وين. انا حلو والله. انا قلت كثير. انا عم استبعد ايه انه انت عم تغيرهم يمين ويسار يمين ويسار. شكرا كثير لك للمشاركه. دخيل قلبك، شكرا جزيلا. شو لسه عندنا كمان؟
لسه عندنا كمان شيء. هلا في لعبه كمان جديده، تحدي جديد. نحن عملنا بالاول، عملنا اول شيء شرعه اليد والخفي، تمام. رجعنا عملنا بعدين الشيء اللي له علاقه بانه انت بشو عم تفكر، شو هو عم يفكر. هلا بدنا نعمل الشيء اللي انا بدي اجبرك شو تختار، تجبر الشخص انه هو شو يختار بالورق. صحيح. او صحيح. باللعبه صح، تمام. هي اصعب وحده بين هاي المراحل. لسه في اصعب منها يعني، رح نبلشها كمان. هي هذا النوع اصعب واحد، رح نبلش بحركه شوي خفيفه. طيب جربوا معي ولا نجرب مع حدا؟ فينا نجربوا معك. هلا انا جرب. بس انا حابب انه الناس نشوف اذا حدا يشاركوا. جربي، مين بده يجرب؟ أنا بجرب. أنا. جرب يلا. طبعا. يلا هلا شوف، نحاول مع مختلف. تفضل تفضل لهون. هلا الورقه بقول لك عنها، رح تحط ايدك عليها بس. طيب. انا رح اقول لك شو تختار، انت الورقه رح تختارها، هي رح تطلع، بس اخر شيء رح نشوف الورقه. طيب. اوكي. هلا رح نفتح الورقه، ركز منيح عشان فيك تخلط الورق. اذا بدك خلط الورق، خلط الورق كمان، خلط الورق مثل ما بدك. والله انا خلطتهم قبل وما مشي الحال. فيك تشوفهم انهم مختلفين يعني، ما في تمام. ورق شدي نظامي تمام. طيب. مختلفين. طيب هلا رح نعملهم بطريقه هيك شوي خربطهم كمان، خربطه هيك شوي بس هيك اطلع. طيب هلا هلا الورقه اللي رح تلمسها انا بس تحط ايدك عليها، يعني انت تفكر الورقه وتحط اصبعتك عليها. الورقه اللي رح تختارها رح تكون هي اختيار البستون. اي ورقه رح تختارها رح تطلع اختيار البستون. شو ما اخترت رح يطلع اختيار البستون. المس اي ورقه بدك تختار. انا يعني المس المس اي ورقه بس حط ايدك بس عليها بس المسها المسها. هذه هاي الورقه خليها، خليها على جنب. هلا اي ورقه رح تختارها رح تكون ستة الكبة. ستة الكبة. المس ورقة ثانية. مثلنا ورقة من الورقات هاي. خلي. هلا أي ورقة راح تختارها راح تكون قص الكبة. قص الكبة. أحلى شيء اللي حوالينا كله مترقي. قص الكبة. هاي لمسها. أوكي هاي. آخر واحدة. قص الكبة. صار عندنا اختيار البستون وستة الكبة وقص الكبة. هلا راح تختارها، هلا راح تكون بنت الكبة. بنت الكبة. هلا رح اختارها. الله اعلم. هلا رح تكون ستة البستون. ستة البستون. لمس. طيب. هلا الورقة رح انا اختارها رح تكون سبعة. هو رح يختارها. هو يختارها. رح يختارها غياس. الكبة. هي سبعة الكبة. حلو. هلا نرجع من صار عنا. هذول الورق فيك تمسكهم انت. اوكي نشوف ان ورقه ورقه. هلا هون هي اختيار البستون. ايه. صح مو الزهر، اختيار البستون، اختيار السبات. السبات اوكي. ايه. اختيار السبات. ستة الكبة. فجر الكاميرا. اوكي قص الكبة وبنت الكبة ستة البستون. طيب. سبعة الكبة. طيب. هدول المفروض يكونوا الاوراق اللي اختارهم هو الا اخر ورقة سبعة الكبة. عد لي اياهم وحدة وحدة. اختيار السبات. شوف على الكاميرا. اختيار الاسبات بعدها ستة الكبة. ستة الكبة. ستة الكبة. هدول برجع بسكر انه هو اللي اختارهم بعدها. قص الكبة كمان موجود. كمان موجود. هاد قص الكبة كمان بعدها. بنت الكبة. وهي بنت الكبة كمان للي عم يشوفوا هي الكاميرا. بقيان ستة الكبة؟ لا ستة البستون عفوا، انا عم خربط. لا عرفت اكثر منها، انت شايفها وما عرفتها، انا عرفت اكثر منها. انا شايفها وما عرفتها. ستة البستون مظبوط موجودة هون كمان بالورقة، كمان انت اللي اخترتها مظبوط. اكيد. اخر ورقة سبعة الكبة. سبعة الكبة اللي اختارها هو. اللي اختارها. وصلنا لهي المرحلة انه انت تقرر انا ايش بدي اختار. حبيتها؟ شكرا لك لمشاركتك. يسلم. هلا 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 دخيل قلبك. هلا وانت بألف خير. غياس لسه عنا شيء بدنا نقديه؟ لسه في عنا فقرة اللي هي رح تكون اصعب شيء. اصعب شيء؟ رح هلا اصعب شيء رح نقديه هلا. هون كان في تحدي الاختيار، هلا في تحدي الورق لما بده ينخلط مع بعض. بدنا نتحدى انه يكون بترتيب معين، رح يكون لك حرية الاختيار انك تخلط الورق مثل ما كان، رح يطلعوا بترتيب معين. بيطلعوا بالترتيب. فأصعب من اللي عملناها من شوي بطريقة معينة. هلا مش هو أحلى شيء إنه عم يشوف يلا على الشاشة. هلا
رح ننتقل للمرحلة الأصعب بالشو اللي كنت عم تعمله، وهذا أنا حابب إنه أنا أكون أوكي. يعني أنا جربه تمام، لأنه قلت لي إنه هو الأصعب يعني. صحيح. هلا هون رح خرت من اللي كان عم جرب. هلا شو رح نعمل نحن هون؟ رح نخلط الأوراق بطريقة مثل أنت ما بدك، بطريقة عكسي، بطريقة نقلب الأوراق. هو عادة بس خلط أوراق بصير في صدفة. رح نقلبهم لفوق لتحت كمان، ما رح أحط شيء لفوق شيء لتحت. هلا أنا عندي في توقع كاتبه هون، رح خليه معك. أنت بتوقع من هلا؟ إيه. كيف رح يكون ترتيب الورق؟ كيف ترتيب الورق؟ طيب. أوكي. أعطاني غياس هلا كيف رح يكون ترتيب الورق اللي أنا هلا بدي أعمله؟ خلنا نشيل هدول. طيب. رح نشيل بس الجواكر. عم نشيل الجواكر من الشدة. عشان نكون كلنا مظبوط حدين شفنا إياهم هون هدول. هاي الجواكر الثاني. أوكي. رح أعطيك هاي المجموعة. ما راح اخذ هالمجموعة. في معي مجموعة ورق، حطهم هيك بالارض هون قدامك. هدول قدامي، هاي مجموعتي وهي مجموعتك. خلي هاي هيك شكلها منيح عشان ما نشوفها. اوكي مشان ما حدا يشوفها. قطع من مجموعتك، قطع من نص، يعني يكونوا متساويين بحيث انه نحسن نخلطهم صح. قطع من نص الورق. اعطيني اياها. رح نقلبها هيك. اوكي. قطع من مجموعتي كمان. هي بالنص تقريبا. وكمان اقلبها عندك. اقلبها هون، صبعك. صحيح. صح. شو رح نعمل هلا احنا؟ اوكي. رح نمسك هذا الورق ونخلطه. عم نخلط الورق مع بعضه. مع بعض. تمام. كمان غيرنا ترتيبهم للورق هلا. شيء فوق شيء تحت. صح. بطريقة الخلط ما فينا. مظبوط. عم شوفوا. طيب. حلو إنه اللي جربوا ما راحوا لسه. هلا رجع رسوم من مجموعتك النص تقريبا. قسم. نرجع كمان نقلبه. وهذا نص. هذا نص. كمان نقلبه. نقلبه هون. صحيح. أوكي. هلا نرجع نخلط هدول. جانا خلطنا المجموعه الاولى مع هذا مع هاي المجموعه. بس حاول يكونوا متساويين بحيث نحسن نخلطهم بشكل فني، بشكل اكثر. طيب نرجع هدول كمان. تفرجي، تفضلي. نرجع مره ثانيه لحتى نخلطه كمان. نخلط. لا هلا انا واثق انه ما عاد باطس. يلا من هون كمان نص. ايه اوكي. بحس انه نكون ضامنين انه خلطين الورق بطريقه. ايه هلا كثير خلطنا هون هلا يعني هلا عمليا صرنا ثلاث مرات عاملين هي الحركه. هي ورقك. شو رح نعمل كمان؟ رح نرجع نقلب ورقك. اوكي. نرجع نخلطه مع المجموعة هاي. تمام. هلا رح يطلع نفس الترتيب اللي بهي الورقة. بنشوف. اللي أعطيتني إياها أول شيء قبل ما نبلش. رح نشوف. الحركة. هلا أكيد نحن شوف الورق كيف خلطناه. أوكي. كلياتنا. كله مخربط. شوفوا شيء تحت. كل اللي عم يحضر شافوا إنه مخربط. هلا رح نشوف التوقع أول شيء اللي عندك. أول طيب ثواني قبل. أي. مين بيقول إنه رح يزبط التوقع اللي أعطاني إياه بالورقة؟ يرفع لي إيده. كل حد هون. اوكي. في حدا حس انه لعبنا شيء بالورق؟ اللي شافه وكله عم يشوف على ارض الواقع. كان خلط الورق في لعبه او ملعوبه او شيء. مظبوط. كله عم يشوف على ارض الواقع. بعد الحركات اللي عملتهم اول شيء كلهم صاروا شايفين راح يطلع نفس التوقع اللي بالورق. راح نشوف اول واحد عشان نفتحه. انا قلبه عشان نشوف واحد واحد. تمام. هلا في عندنا 25 ورقه وجهها للاسفل. 25 ورقه وشها لتحت. عد معي. اوكي. واحد. لا واحد. واحد صح. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. 11. 12. عدوا معي إذا بدكم. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 23 ورقة، بيان ورقتين بس، ورقتين، بيان بس ورقتين، مظبوط، 25 ورقة وشها لتحت. هلا بنفتح التوقع الثاني. اللي هو 10 أوراق من هدول سود. هدول شلناهم على جنب. من هدول، وشلنا هدول على جنب 10 أوراق. اللي وشها لتحت 10 سود. هات لنشوف. عدوا معي. واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، بيان واحدة، واحدة. اوه، عشرة، مضبوط. هلا لسه في؟
رح نشيل هدول. بدي اعرفك بدي اعرفهم. لسه في كمان. هو بدك تقعد تفكر انه كيف صارت هي القصص وما عندك جواب. هذا كل الورق اثبات. كل الورق اثبات هدول. رح نمسك شوي. اوكي. لان في خيار بعده رح خليه اخر شيء. طيب لسه في خيار. كل الورق اثبات. اثبات. كمان. كمان اثبات. 3 اثبات. 7 اثبات. 4 اثبات. 10 كمان. 6 قص بستون. افتح الورق اللي عندك. كملها. ما عدا قص البستون. رائعة رائعة رائعة. يعني أنا سهلتني وأكيد كل الموجودين كانوا مستمتعين. هلا وصلنا لآخر مرحلة واللي قلت لي إنها هي الأصعب. أنت جربت تقرأ أفكار شخص واحد، هلا عم تتحدى إنه فيك تقرأ أفكار أربع أشخاص من الأشخاص اللي حوالينا. دون ما يختاروا كارت، بس يفكروا بالكارت تفكيرهم. بس يفكر بالكارت بدون ما يلمسه. صحيح. طيب، معناتها الأشخاص بما إنه هلا والكاميرا كمان أخذت العالم اللي موجودين معنا، الأشخاص اللي حوالينا أنا رح ألعب مع أربعة منهم بهي القصة. صحيح. إنه كل ما بده يختار ورقة أو بيقول لي إنه هي الورقة أو أي فكرة. صحيح. أنا بحكي. صح. عنه. صح. تمام معك يلا أوكي. طيب هلا رح نقسم الورق. رح نقسم الورق. أربع مجموعات. حلو. هلا مشان ما تقول لعبان بالورق او شيء، انت فيك تقول لي كيف فيني اوزع الورق مثلا. هن 16 ورقه يكونوا 4 4 100%. فانت قول لي كيف فينا نوزع الورق. اوكي اختار انت. اول ورقه بدي اياها هون. تفضل. ثاني ورقه هون. ثالث ورقه هون. رابع ورقه هون. هون ورقه. هون كم معنا ورقه لسه؟ هون ضل معنا ورقتين. اخر وحده منهم. هلا فيك خلط هذا الورق. هلا اول شيء بلا ما تشوف الورق خلطه وحطه هون بدون ما اشوف الورق. شو هو خلطته؟ حطه. اوكي هاي المجموعه كمان. هاي المجموعه الثانيه كمان ما اشوف الورق عشان انا ما اشوفه معك كمان. هو مشان ما اشوفه معي. هلا اي وحده هدول كمان هدول خلطتهم. هدول حطينا. هلا الشخص الاول مين هو معنا؟ معنا شب. فكر بورقه من هدول، بس فكر فيها تفكير. انا فيني طلع؟ احفظها فيك طلع. اوكي معنا. انا وياك تمام. انت بدك تفكر فيها تفكير. احفظها. اوكي احفظها. طيب واحفظها مشان ما تقول انه مو هي. طيب هلا بدنا ورقه ثانيه من الاشخاص الموجودين معنا. فكر بورقه. طيب شوف. اوكي انت شايفهم، بس فكر فيها بدون ما تقولها واحفظها شو هي الورقه. أوكي. تمام. ضلوا متذكرين الورق اللي اخترتوه؟ ثالث شخص بهي المجموعة. فكر بورقة. مين الشخص؟ شب باللابس أسود. okay. فكرت؟ اخترتها خلاص؟ تمام. غياس ما عم نشوف وين الورق. آخر مجموعة معكم. هونيك فكري بورقة. أنت لابسة زهر وحفظتيها. حفظتيها أكيد. تمام؟ oh. يلا هلا قلي ترتيب الورق لحتى أشيلهم. أي مجموعة بدك تشيلهم؟ بدنا هاي المجموعة. بعدين؟ بعدين هاي المجموعة. بعدين هاي المجموعة وآخر شيء هاي المجموعة. رح نرجع نفتحهم لحتى نسهل هني يلاقوا ورقهم. أوكي. هلا حتى أنا ما بعرف إنهم بشو فكروا. صحيح. أول شاب اختار معنا هون. أول شاب. بدك ما تقلي على الورق. بدك بس تقلي على المجموعة. أشر لي على المجموعة اللي فيها ورقتك اللي فكرت فيها. هاي المجموعة. هاي هي ورقتك. مظبوط مظبوط. شب اثبات. طيب. صح. الشب الثاني هو اعترف انه هي اول ورقه. الشب الثاني اللي اختار معنا وينه؟ الشب الثاني ليك له. الشب الثاني بس اختار اي مجموعه من هذول الثلاثه. هاي المجموعه. هاي المجموعه اللي تحت. تمام هاي المجموعه المفروض تكون ورقتك هي. صح. 3 دينار. مظبوط ليك متفاجئ. طيب. طيب طيب هلا هلا الشب الثالث اللي اختار معنا. مين الثالث؟ شب هون. شب. هاي ولا هاي ورقتك وين موجوده؟ هاي هون. بهاي. هاي تمام من فوق. ورقتك هي اختيار اختيار الكبة. صح؟ ليش مصدوم؟ هلا ضل عندنا الصبية اللي لابسة زهد هونيك. وين بتعرف وين ورقة؟ تعال قربي 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 لعندي قربي لعندي قربي. تعال لهون 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 لهون. انت هيك البطلة الجميلة. شو اسمك؟ مجموعة ورد. شو اسمك؟ ألما؟ بتعرف شو يعني كلمة ألما أو اسم ألما؟ يعني التفاحة صح؟ خبري أنا بتأكد من التفاحة. طيب إيه؟ أيوة. أي مجموعة منهم هي؟ بهاي هون؟ هي ورقة. هي الورقة؟ صح؟ هي اللي نقيتيها؟ صح؟ شكرا يا ألما الحلوة. يسلموا.
يعني شو بدي اقول لك؟ شكرا كثير 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 غياس، انا كثير مبسوط كنت معك سواء باول يوم بعيد الاضحى المبارك، واليوم كان هيك شو ممتع جدا، وبكل الالعاب اللي كنت عم تساويها انا ما زبطت معي وما قدرت اكشف شيء، وكل اللي كانوا موجودين معنا كانوا مستمتعين، خصوصي انه حتى اللي جربوا معنا بقيوا لاخر شيء وضلوا عم يحاولوا يجربوا. انا كثير مستمتع وبدي اقول لك كل عام وانت بخير، هيك ان شاء الله تقضي اجازتك بسوريا البقيانه هيك بطريقه تكون هيك مبسوط فيها. الله يسلمك، شكرا لك غياس، يعطيك الف عافيه دخيل قلبك. انا هلا بدي اشكركم وبدي اقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير، وتكفوا كمان اليوم اللي اليوم وبكره من ايام عيد الاضحى المبارك مثل ما انتم بتحبوا، وهيك تكون اجازه حلوه ومثل ما بدكم اياها. وبدي انتقل هلا على تقرير صوروا زميلي محمد مقيد لحتى نشوف شو كان هذا التقرير وهذا الاستطلاع اللي بالشارع. مرحبا ادونيس، كل سنه وانتم سالمين، وكل سنه وكل الشعب السوري بألف خير، وان شاء الله السنه الجايه بتكون افضل من هي السنه. هلا نحن مثل ما شايفين نحن موجودين هلا حاليا بحي الشعلان، شايفين العجقه، شايفين حاله هيك الفرح والسرور يلي صايره هيك بالشعب. بصراحه انا ما فيني هيك كثير احكي لانه كثير كثير المنظر جميل، وكثير هيك عم يعمل بقلبي شغلات حلوه. هلا نحن بدنا نبلش، انا جايب هيك كم مثل بدي اسال عنه للناس، وكل حدا راح يجاوبني عن المثل يلي راح اطلبه منه راح اقدم له جائزه. ما راح اقول شو هي الجائزه، خلونا هلا نبلش لحتى نسال اول حدا عن مثل معين من دون ما كثير نساعده، ونحن راح نربحه جائزه مقدمه من مجمع الابتاون الترفيهي. كيفك؟ هلا، شو اخبارك؟ الحمد لله. شو كيف؟ هلا انا بصراحه كثير معجب باللي عم يصير هلا هون، العجقه اللي عم تصير. شو شعورك هلا؟ قديش مبسوط؟ قديش هذا الشيء حلو وجميل؟ اي والله فرحت اي. يعني انا في عندي مفاجأة، في عندي مجموعة كوبونات راح اعطيك واحد منهم، ولكن بشرط انه تجاوبني على سؤالي التالي. جاهز؟ راح اطلب منك تعطيني مثل حسب الشيء اللي بدي اقول لك اياه. بدي تعطيني مثل عن شو نعطي مثل عن الوقت؟ عن الوقت، اعطيني مثل عن الوقت. الوقت كالسيف ان لم الوقت كالصيف ولا كالشتاء؟ الوقت كالذهب ان لم لا عيده. الوقت كالسيف ان لم قطع من عيده من اول وجديد. الوقت كالسيف. الوقت كالسيف إن لم. مين بيعرف هذا المثل؟ الوقت ان لم تقطع لم تقطعه قطعه. الوقت كالسيف. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه. قطعك. هلا أنا لمين أعطي الجائزة؟ ما بعرف. طيب أعطينا كوبونين. معلش. واحد ثاني. هذا الكوبون مقدم من قناة سما الفضائية، ومقدم أيضاً من مجمع الأبتاون الترفيهي. كل سنة وأنتم سالمين يا رب. مثل ما أنتم شايفين عم نربح، ما عم نصعب الأسئلة كثير، عم نحاول شوي هيك نساعد الناس، ما عم نغشش حدا. هلا انا راح كفي كمان اسئلتي، بس ما راح اسال عن نفس الوقت، راح اسال عن مثل ثاني كمان. في حدا بده يحكي هون؟ بنروح لعنده. كيفك؟ هلا، شو اخبارك؟ تمام. ليش عم تطلع علي؟ ما بعرف. لا ليش ما بتعرف؟ ما بعرف، لفتت نظري. لفتت نظرك. هلا انا في عندي سؤال، عم نسال عن الامثال، انا عم اطرح موضوع معين وبنسال عن المثل تبعه. هلا سالنا عن الوقت. بدي تعطيني مثل عن النسوان. النسوان حية تحت بنت. أعطونا الكوبون، أعطيني كوبون. هذا الكوبون مقدم من قناة سما الفضائية، ومقدم من مجمع الأبتون الترفيهي. كل سنة وأنت سالمة. تحية لا. معلش. مسكها شوي بس دقيقة. شوي الله يوفق. بولينج، بحب البولينج. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. الله يبارك فيك. شكرا. يعني ما عم نصعب نحن كثير الأسئلة، عم نحاول نكون هلا بس لحتى شوي ياخذوا منك الاسم والرقم من عند الاخ من هون، تفضلي لعند الانتاج. نحن ما عم نصعب كثير الاسئله، عم نحاول نكون ايجابيين ما نكون سلبيين كثير. انا راح اخذ كوبون، وهذا الكوبون راح يكون من حظ اول حدا بيجاوبني عن المثل يلي هلا خاطر على بالي. كيفك اول شيء؟ اهلا وسهلا. كيف شايف هلا الحركه؟ والله ما في احلى من هيك، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. بألف خير. شو وين رايحين؟
والله عم نتسوق لهلا صغار عنا. يلا يلا كل سنة وانتم سالمين. هلا أنا سألت عدة أمثال، سألت بالبداية عن الوقت، سألت عن النسوان. هلا بدي تحكي لي مثل عن تأجيل العمل، عن العمل. لا تؤجل العمل اليوم إلى الغد. كأنه حافظه قبل ما تجيك، بتعرف إنه أنا والله بالصدفة. طيب هلا إذا ما ربحتك شو؟ بكفي معايدتكم. أنا راح ربحك هلا حاليا كوبون مقدم من قناة سما الفضائية ومقدم أيضا من مجمع الأبتاون والترفيهي، إن شاء الله ألف مبروك. شكرا عمرك، شكرا كثير لكم وكل عام. هلا مين بده يجاوبني هلا على المثل يلي خاطر على بالي لحتى يربح معنا الكوبون يلي يلا كلياتكم؟ حفظت شو سألنا الأسئلة؟ حفظت شو الأمثال تقريبا؟ عن الأمثال، عن الأمثال. بدي تعطيني مثل عن الكنة. عن الكنة، مثل عن الكنة. لا 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 ما بد لا لا. زوجتي أنا وياها شراكة، كيف كان زوجتي بتحكي أنا وياها؟ إذا زوجتك معناها أعطينا كوبون، أعطينا كوبون إذا لزوجته. هذا الكوبون مقدم من قناة سما الفضائية ومقدم أيضا من مجمع الأبتاون الترفيهي. ألف مبروك. الله يسلم دياتك. سنة وأنتم سالمين. هلا مين بده كمان هيك؟ كيفك أنت؟ مين؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. وين رايح؟ شو عم تعمل أنت؟ والله رايح مع ماما. أي صف أنت؟ ثاني. شو حافظ؟ حفظوكم أمثال بالمدرسة ولا ما حفظوكم؟ لا حفظونا بالجامعة. حفظوكم بالجامعة؟ حفظني. قل لي شو حافظ مثل؟ يعني مثل معلي ما حدا يغششه؟ معلي؟ يلا قل له هيك قل له أي آية لا لا بدي مثل، أنا بدي حصراً مثل، شو حافظ مثل؟ من جد وجد ون من جد وجد ومن سارة عادر يوصل وصل وهلا وصل معنا لحتى ياخذ الكوبون، ناخذ الكوبون معلش. ناخذ كوبون هذا مقدم من قناة سما. شكرا. اهلين وسهلين. هلا مين جاهز معنا؟ مين جاهز معنا كمان لحتى ايه شو حافظ امثال؟ طب الجرعات ما بتطلع البنت الا لا. هذا لمين بيروح هذا المثل؟ لا سوري شغل سوري شو قصة السوريين بالأمثال دائما هيك بلد الأمثال السوري بلد الأمثال لك طب أنا ما بدي هذا المثل يلي أنت حافظه أنا بدي مثل عن الكسل كسل هلا لها حكيته من جد وجد ومن سارة هذا ما له علاقة لا ما بيصير بدي هيك مثل هيك عن الكسل عن التنبلة عن شو والله هاي صعبة صعبة مثل ما في شو جاي على بالك؟ بدك تعطيني المثل مع المسمى تبعه. يعني هذا المثل بيدل على هذا الشيء. قلت لك طب الجرعة ما بتطلع هذا شو بيدل هذا المثل؟ يعني البنت إذا المرأة الصالحة بتطلع البنت لإلها صالحة، وإذا أبيحة المرأة بتطلع البنت أبيحة. حضرتك متزوج؟ إيه الحمد لله. إذا متزوج معناها بناخذ كوبون؟ بناخذ كوبون بعد إذنك؟ ناخذ الكوبون بعد اذنك ما عم يسمعنا في عندنا هون كوبون مقدم من قناه سما الفضائيه ومجمع الابتاون الترفيهي يسلم كل سنه وانت سالم وان شاء الله هيك تكون الايام الجايه احسن خير يا رب هلا انا لسه حامل الامثال تبعي وعم افتي عم دور عم حاول شوف مين بده يربح معي لحتى اربحوا هاي الجوائز انا ما عم صعب بالامثال بصراحه يعني شوي صغيره ما كثير عم هيك حاول نكون هيك قراب من القلب من العائل على كل حال هلا بدنا نبلش نسال الاسئله تبعنا واسال الامثال السهله تبعي ومعنا اول حدا راح نبلش نساله شكله كثير متحمس لنشوف هذا الحماس وين بده ينفذوا اخر الشيء كيف كل سنه وانت سالم كيفك بهالجو العيد هذا الجو يعني هو بيوصف حاله لحاله بيوصف حاله لحاله طيب هلا انا راح انهي لك هذا السرور يلي انت عايش فيه بسؤالي هلا حاليا اذا بتجاوب على هذا السؤال أنا بوعدك إنه في عندي جائزة. تسلم شكرا. هلا أنا عم أسأل عن الأمثال. هلا أنا بدي مثل يحكي عن الحظ. حظ أعطيني والبحر ارميني. جائزة أعطيني. راح أعطيك هلا جائزة مقدمة من تلفزيون سما ومقدمة أيضا من مجمع الأبتاون الترفيهي. الله يسلمك. كل سنة وأنت سالم يا رب. أنا على فكرة من متابعين سما. يعني اذا الكل اغنيه كلها سما بتضل يحبط على الصاص وهلا نحن ربحنا جائزه وراح نشوف هلا مين كمان جاهز لحتى
شكله ما في حدا جاهز، انا مضطر ودعكم هلا. مين جاهز؟ طيب انا راح اسالك هلا عن مثل بيحكي عن انه لازم الانسان يكون قلبه قوي. لازم يكون قلبه قوي؟ ايه يعني هيك قريب من انه قلبه قوي، قلبه هيك. كن مع الله ولا تبالي، هاي بيكون احلى شيء. كونوا معي واعطوني هلا جائزه، اعطوني اي جائزه. هي الجائزة مقدمة من تلفزيون سما ومقدمة ايضا من مجمع الابطال السياحي. وشكرا كثير لقناة سما ولمذيعاتها الكل، وخاصة المذيعة كثير كثير بحبها. شكرا شكرا. طبعا النشرة الجوية كثير سالي. طيب طبعا النشرة الارضية ما بحبهم كلهم، كلياتهم بحبهم. سلامي الخاص لهم جودي وكلهم. شكرا لك وان شاء الله. كيف شايفة الاجواء؟ الاجواء لك شوفت عينك مبسوطه باجواء العيد هيك؟ رجعت ايام. ايه والله واحسن الحمد لله رب العالمين، وكل شايف هالناس كلياتها وكلهم مبسوطين الحمد لله. يعني ما عاد في حكي، ما عاد يطلع معي حكي، ولا عاد في حدا يربح معنا جوائز. نحن شو ليه دنيا عيد. طيب اعطيني مثل عن الحظ. حظ اعطيني بالبحر الميني غيره. اجت الحزينه لتفرح ما لقيت لحالها مطره. هذا الحظ السيء. اجت الحزينه لتفرح ما لقيت لحالها مطره. شكلك كثير عايش، شكله عايش يا جماعه، عايش كثير حاله الحزن والحظ. ايه تعرفها لحنان؟ يا حنان. يا حنان. طيب انا هلا انا هلا راح ربحك جائزه، راح ربحك جائزه لانه حظك سيء. ايه صراحه شكرا. انا حظي حلو انه هلا موجود بيناتكم كلياتكم. ناخذ جائزه حاليا، هي الجائزه مقدمه من تلفزيون سما ومقدمه من مجمع الابتاون. بتروحوا على الابتاون؟ طبعا انا دائما بروح على الابتاون، وقت بتضيعوني بتلاقوني ان شاء الله بنلتقى هنيك. يلا انا راح لاقيها هلا بالابتاون. باي. بدكم شيء؟ انا رايح، ما عاد في جوائز. شو بدك انت اللي ما قلتي منه؟ انا بدي متل. حدا قال؟ انا بدي متل. لا 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 هو قال. بدك روحي يا بشع بحظك. شو هاد؟ روحي يا حلوة بحلاوتك، روحي يا بشعة بحظك. إذا روحي يا حلوة معناها إذا روحي يا حلوة أنا رايح. لا إذا روحي يا حلوة ما بتصير، أنت الكل بالكل. طيب هذا المثل شو قصته؟ قصته إنه الحلوة ما لها حظ. طيب بدي وين ما وصلت طب وين ما راحت راحت بحظها. طيب أنا هلأ أنا هلأ بدي مثل فيه حيوان، فيه اسم حيوان. حيوان عصفور بالايد والعشره على الشجره. اعطي الى ولا الى لمين اعطي؟ احنا اثنين. طيب ليش هيك؟ سم القمر نصين. طيب انا بدي جائزتين بسرعه. هدول جوائز مقدمين، نخربطهم. شو رايكم؟ خربطهم. هدول الجائزتين مقدمين من قناة سما الفضائية ومقدمين أيضا من مجمع الأبطال. شكرا. كل سنة وأنتم سالمين. قناة سما وأحلى قناة سما. بدي هلا كمان تعطيني مثل يكون هذا المثل فيه اسم حيوان غير العصفورة وال دب مثلا. شو هذا المثل؟ إيه أعطيني المثل. المثل جاب الدب لبك. أعطيني 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 بسرعة 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 بسرعة. راح أعطيك إلك. أعطيني كوبون ثاني. معليش يلا شو. لا ما هي القصة، هي القصة ما لها قصة مثل انه انا عندي مثل. بدي مثل فيه اسم حيوان. اللي بيلعب مع القطبة يستحمل خرميشه. اعطينا جائزة كمان ان شاء الله. اي جائزة لمين كانت؟ لإلك. هي الجائزة مقدمة من تلفزيون سما ومقدمة ايضا من مجمع سما. كل سنة وانت سالمة. كيف شايفة اجواء العيد؟ والله كثير حلوة. حلو العيد ما؟ اكيد. يعني هلا ليجي العيد الثاني بدنا نضل هيك منكدين على بعض ونقعد نكد لا اكيد والله. كل سنة وانتم سالمين يا حلو. حلو وجود سما. شكرا لكم. هلا مثل ما شفنا عملنا مشكلة نحن هون، عملنا مشكلة كثير كبيرة. قطعنا عمو، بتعرفوها هي قصة غسان يلي بيمر هذا عمو، هذا هو. عن جد الجو كثير حلو. هدول هالقطاقيط هدول الاولاد الحلوين. انا هلا بدي شب صغير، بدي شب صغير. كلهم قبضايات. هلا بدي حدا يحكي لي مثل
لا مو عن حيوان، نحكي عن انسان. بدنا نحكي هلا مثل عن الاجتهاد بالمدرسة. اجتهاد المدرسة؟ مجتهد انت بالمدرسة ولا لا؟ بلا. اعطينا جائزة لهالشاب الحلو هاد. ان شاء الله بدنا هلا نحن بظن خلصوا الجوائز حاليا. أنا كنت كثير مبسوط معكم وكنت مبسوط معكم جميعا. كل سنة وأنتم سالمين جميعا. إن شاء الله بتضلوا كل عيد وأنتم بألف خير. إن شاء الله. وبتضل هي الضحكة الحلوة مزينة وجوهكم جميعا. قائدنا بخير، الجيش العربي السوري بخير، وقائدنا بخير. كل سنة وأنتم سالمين، وتضلوا بكل خير، تصبحوا على خير وايد.
خليكم خليكم معي، خليكم معي. برافو، تعالوا تعالوا كلكم، تعالوا كلكم كلكم كلكم، تعالوا كلكم. لا لا ليش؟ مبسوطين فيكم وكل الموجودين، حتى نحن تعالي لعندي، حتى نحن مبسوطين فيكم، بدي دردش معاكم شوي، كل الفرقة، تعالوا 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 تعالوا. شيماء هيك وقفوا كلكم حوالي، كون حكينا مع الكوتش زايا من قبل شوي، هدول مشاغبين مو بس هلا، كل الحلقة ونحن عم نصور وهن هيك. بدي دردش معاكم شوي، أنت قديش عمرك؟ لا لا بدي يبين هيك وشها، نبرم شوي. ايوه ماريا تعي لهون. ايوه مريم، ما مريم قد ايه عمرك؟ ستة. قديش تحبي الرقص؟ تعي هيك عشان تبين قديش تحبي الرقص؟ كثير كثير؟ قديش صعبة الرقص؟ الرقص هو آخر شيء؟ صعبة. صعبة؟ بس شفتك عم تحاولي معاهم. ما؟ هلا أنا شوي حأتعرف هيك عليكم بشكل سريع، شو اسمك؟ سيفا. أنا بعرف هذا المايك لإلهم بس مصرة إني أحكي عليه، شو اسمك؟ سيفا. سيفا، سيفا قديش عمرك؟ بأي صف أنتِ؟ 17، 11. 17، 11، يعني قديش صعبة هي الرقصة؟ ولا لا؟ أنتِ فعلا بتحسي هيك حركة؟ عادية. عادية؟ بالنسبة لي. طب شو أكثر نوع بالرقص بتحبوه؟ هيب هوب. الهيب هوب؟ بالنسبة لي هيب هوب. بتحسي إنه أقرب لشخصيتك؟ مودي أنا، المود تبعي هيب هوب. تمام، تعالي هيك لحتى يشوفوا شوي شكلك. شيماء كمان تعالي جنبي هيك لحتى عن جد يشوفوا وجوهكم. شيماء أنت قديش عمرك؟ 16 سنة. طبعاً شيماء شوي عندك وضع خاص، انت وضع صحي. تماماً، احكي لي شوي عن هاي التجربة وليش شاركتي معاهم؟ أنا بشكل عام بحب الرقص يعني، وبحب هيك المود والجو هاد، ف وضع صحي يعني عادي، أنا بحب هالشي وبدي أعمله. برافو. ما في شي بيعقدني أو بيقيدني إنه أعمل هالشي. برافو. لنوضح للمشاهدين، شيماء فقدت رجلة وأنت حالياً مركبة رجل اصطناعية، صحيح؟ طرف اصطناعي عفواً، وعم ترقصي مثلك مثل الكل وحلوة مثلك مثل الكل. شكراً وموفقين. مع مين؟ مين كمان؟ مع مين بدي أحكي؟ تفضلي أنسى ماريا، حأختم مع ماريا. تعالوا جنبي أنتوا الصغار، هلكتونا. ماريا تعال هيك، تعالي هيك ماريا. في ثلاثة ماريا، فيعني أنا ما عم خربط بالأسماء. اثنين؟ طب أوكي تعالي ماريا، قديش عمرك؟ تعالي هيك، تعالوا هيك جنبي جنبي، الكاميرا هون. تعال. عم حاول عم حاول صدقوني. قديش عمرك؟ عمري 7 سنين. 7 سنين؟ تحبي الرقص؟ ايه. والموسيقى؟ ايه. أكثر شو؟ رقص. رقص؟ صعب الرقص؟ الرقص هو آخر شيء. لا لا؟ كل عام وانتي بخير يا ماريا. كل عام وانتي بخير. أنا أكيد حابة أختم معاكم برقصة أخيرة ومع مشاهدينا بهي السهرة، فلنشوف شو محضرين لنا. جاهزين؟ ماريا مريم جاهزين لرقصة أخيرة؟ أي. تفضل يلا.
صح تعالي يا ماريا، صح في فرق بإتقان الحركات كونه في فرق بالعمر، صح أنت كتير مشاغبة بس حلوة، كلكم حلوين، كل عام وانتم بخير. يعني هيدا كان آخر عرض لكم، إن شاء الله يا رب يكون عيد مبارك عليكم كلكم وعلى الفرقة الحلوة. طبعا مع هذا العرض كون وصلنا معكم لآخر عرض أكيد معكم مع هاي الفرقة. وهلأ إجا الوقت لحتى نروح لعند عبد الله، سعد وقتك يا عبد الله. مساء الخير هدى لك عن جديد لليوم المرة الثانية وباليوم الثالث من أيام عيد أضحى المبارك. نحن كمان مكملين نقل أجواء العيد المختلفة وفقراتها المتنوعة بها السهرات من الأبتاون، ورح نكون هلا بمكان جديد ومع مجموعة جديدة من الناس لحتى نشوف بهالدقائق الأخيرة كمان رح رافقكم فيها مين مجموعة الأشخاص رح نتعرف عليهم. رح نسألهم هيك سؤال بسيط حتى يربحوا قبل ما نقول لكم تصبحوا على خير. خلينا نفوت نشوف الأشخاص اللي هون مين حيربح معنا. انا هون حقول مرحبا للمدام دغري لنصل عينك على الكاميرا من لما فتنا. مرحبا. اهلا، شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. كيف هيك شايفه اجواء العيد اليوم؟ حلوه والله تمام ماشي الحال. اوكي حنلعب لعبه صغيره، حنختار رقم من 1 ل 100، تحت هذا الرقم رح يكون في سؤال جلسي مشان تمام مشان يكون الجواب حاضر. من 1 ل 100 حيكون في رقم او تحت هذا الرقم حيكون في سؤال او لعبه صغيره او كذا، ونجاوب عليها نربح الجائزه. اختاري رقم. سبعة. سبعة. أوكي رقم سبعة. شو الشيء يلي لحمه من برا وشعره من جوا؟ ساعديني غنى. لحمه من برا. عضو من أعضاء الجسم هو لحمه من برا وشعره. الأنف. بدي لك مبروك كمان، ربحتي مجموعة من الجوائز المقدمين من أب تاون وكمان من بيوتي سيف بيوتي كلينيك. يسلم وشكرا. شكرا لك عمو، وانت بخير. أهلا. رح ننتقل لعند الشباب لأنه هن حابين يدبسوا رفيقهم كانوا عم يقشروا لي. مرحبا يا شبيبي، شو الأخبار؟ كيفكم؟ شو كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوطين. شو في ما في؟ العين مع مين بدي احكي؟ اعطوني نائب عندكم لحتى احكي. الدكتور كيفك يا دكتور؟ سلام سالين. انت ابوهم؟ ما شاء الله مو باين عليك. دقت فادك. شو؟ الروحي. الاب الروحي، ايه اوكي، رئيس عام العصابه يعني. اول شيء كل عام وانتم بخير جميعا. هلا هو فعليا هو حيربح لحاله بس يعني طالما انتم اخترتوه فهو حيربح، انتم حتتفرجوا بس عليه. حنختار رقم من 1 ل 100، تحت الرقم في عندنا سؤال صغير او لعبه صغيره، جاوب عليها بتربح. اعطيني رقم. 73. يعني ليش 73؟ لازم ترجعيني لورا هلا. خلص 73 ماشي. اوكي. كثير موضوع كثير سهل السؤال، شو الشيء اللي لإلك بس الناس بتستخدم لك اياه؟ لإلك بس الناس بتستخدم لك اياه؟ اسمك. ايه اسم. برافو عليك، يعني انت كمان يعني نقوك لتربح ونقلوك وما بعرف يعني شو بدي اقول لك، بس بدي اقول لك مبروك. اذا انت بقى انت وضميرك توزع عليهم جوائز او لا، مجموعه جوائز مقدمين من سيفي بيوتي كلينيك. سيفي بيوتي ما حدا حيستفيد منه، بده بنات حصرا يعني. وكمان الاب داون، شكرا لك. كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بألف خير. باي باي. مرحبا. يلا هيك دغري الواحد يستقرب، والله الواحد ما له خلق يمشي. مرحبا كيفكم؟ شو الاخبار؟ مع مين بدي احكي؟ شو هيك يعني؟ شو ما فهمت؟ مع مين؟ ايه مع مين بدي احكي؟ بقره بقره. قال لي ربي عدل العشرة حاحكي معك. مع انك انت ساكت وقاعد وقاعل وعائل. معنى والله الفوتر عندك لبكة. مرحبا. لا كيف الأخبار؟ والله تمام. مين هدول؟ يعني مين شو بيكون ولك دول العالم الكتار؟ أول أخت، تانية، رفقاتها. أوكي. والعائلة. والبابا والماما. والبابا والماما. وأنو أخت تحب أكثر من هدول التنتين؟ والله الاثنين نفس الشيء. لا بس هذيك شوي. خلص شكرا كثير يعني. الله الله يقدرنا على فعل الخير. رح نلعب لعبة سريعة وخفيفة نظيفة، تربح فيها لحالك والطاقم كلياتهم. تلاقي رقم من 1 ل 100، تحت من هذا الرقم في سؤال أو لعبة صغيرة، بتاع قلبي بتسأل بتجاوب عليها بتربح. إيه؟ والله ماشي. سبعة. غير السبعة أخذوا. 55. إيه 55. شو الشغلتين يلي ما فيك تاكلهم على الفطور؟
سجقات وابوات. والله شكلك فيك تاكل شيء، كل شيء يخفى العين عليك. بس يعني انه لا، في شغلتين تحديدا ما فيك تاكلهم، يعني شو ما عملت مستحيل احسن تاكلهم على الفطور. فتوش. اخ يا راسي، لا هو مو يعني وجبتين ما فيك تاكلهم على وجبه الفطور. يعني اي شيء دي سيم. وجبتين ما فيك تاكلهم على وجبه الفطور. وجبه الغداء ووجبه العشاء. اي اختك اللي ما بتحبها جاوبتك. شوف الاخوات شو حنايين، اختك اللي بتحبها ما فاتك بشيء. هاتوا لي. انت بيقربك هو شيك هو هذا. شايف اخوها لاخت رفيقة اختك اللي ما بتحبك. مجموعة جوائز مقدمين من الابطان وسيفي بيوتي كلينيك، ان شاء الله الف مبروك. ويعني هيك يلا باي باي. صورة. مرحبا، كيفكم؟ معاش اقعد؟ والله انه تكسر رجلي من الفتر، شو الاخبار؟ كيف؟ تمام الحمد لله. يا احكي معه نيابه عن كل انه هو اقرب لي، يعني بس تربحوا الجائزه بتقسموا. في جائزه بالموضوع؟ في الله ما حتوزع لهم الجوائز بس تربح. والله ما حوزع له. برافو عليك، هذا العشب. شو الاخبار؟ الحمد لله. اليوم عندنا لعبه ظريفه هيك خفيفه لطيفه، حنختار رقم من 1 لـ100، تحت هذا الرقم رح يكون في سؤال او رح يكون في لعبه حنلعبها نجاوب عليها ونربح جائزه، اوكي؟ تمام اوكي. اعطني رقم. 44. 44. اوكي، شو هو الرقم يلي كل ما دقينا له بيطلع مشغول؟ اكيد رقمك. والله انتم هيك عجبتوني، سريعين وخفاف ونضاف وما احلاكم وكذا. هلا هو انا اللي والله هيك انت حط. هو تمام. 1 2 3 تمام. شلوني معكم؟ اسمي عدل. الحمد لله، مجموعة جوائز من سيفي بيوتي كلينيك ومن اب تاون. سيفي بيوتي اعطوها لمداماتكم او اخواتكم او خلص. ايه شو خلص؟ شو الطمع بالجنة؟ طمع بالجنة، طمع بالجنة لك اخي. شوفي بايام انا مشترك واحد حنربحه. خد عليك. طب خد عليك اخي، ما حاحكي معك، خد عليك. قعدني شو هالقلة الضيافة هي اللي انتم فيها. مرحبا، كيف شو الاخ؟ عراس حبيب قلبي. نلعب لعبة صغيرة، نختار رقم من 1 لـ100، تحت الرقم بيكون في سؤال أو لعبة بنجاوب عليها بنربح آخر هدية مشان نروح على البيت بقى وننام كلياتنا. يا 1 يا 100. أنت عم تقول 1 لـ100 الأرقام. 1 لـ100، خلينا على الواحد. على الواحد. 10 و10 وقدهم مرتين، و5 و3 و2، قديش بيطلع المجموع؟ 10 و10 وقدهم 5 و3 و2. 40. 10 و10 و5 و3. لا انا خربطت. 10 و10 وقدهم مرتين. قدهم مرتين. مرتين. لا طول بالك. قدهم مرتين غير اللي ايوه تمام. قد ايه صاروا يعني؟ 90. 5 و3 و2. 100. واذا قلنا معنا باليد 10. معنا باليد نضيفه. 3 ماتوا لانه ناقص 5. خلاص اخر شيء وصلنا لل 100. تمام. 100 تقسيم 4. لا خلص عم بمزح، شو سيران. يلا اعطوني هالجوائز. خلينا مبروك مجموعة جوائز مقدمة من سيفي بيوتي كلينيك، اعطوها للمدام او من الاب تاون. هلا بعدين بتقراهم. خلص شو سيران. لا ولرفيقك بلا، استنى شوي لانه قعدني جنبه زحلي الزلمه. نجحت له. خلص انا بس قوم اتضاربوا. ايه ماشي يلا. ايه اضربوا. ايه ماشي يلا. كل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير كمان عم تطلعونا اليوم على التلفزيون. هي كانت حلقة اليوم ودقائقنا الأخيرة رافقتكم فيها ورافقتوني فيها. كل عام وانتم بألف خير. نلتقي بكرة إذا الله راد بحلقة جديدة من سهرات العيد. ضلوا بألف خير، تصبحوا على خير، وأيامكم كلها أعياد يا رب. باي باي.